أشاد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من نماء متواصل في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة. وأكد سعادته أن العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ترتكز على تاريخ طويل وممتد من المحبة والمودة، ويجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة وروابط الأخوة، وهما جعل هذه العلاقات نموذجا متميزا. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام يوم أمس داخل مبنى وزارة الإعلام الكويتية، وذلك على هامش حضور سعادته لاجتماعات الدورة العادية 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي استضافتها دولة الكويت الشقيقة. وكان في استقبال سعادة وزير الإعلام والوفد المرافق لدى وصولهم إلى مقر وزارة الإعلام الكويتية معالي السيد عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة. وخلال الزيارة قام سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي بجولة في عدد من مرافق وإدارات وأقسام واستديوهات وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة، حيث أشاد سعادته بما اطلع عليه من مستويات متقدمة تعكس ما يشهده الإعلام الكويتي من تطور كبير. وأشاد سعادته بما يقدمه الإعلام الكويتي من رسالة إعلامية عصرية وما يمتلكه من طاقات وإمكانيات إعلامية وفنية أثرت ولا تزال في وجدان الشعوب العربية والخليجية بما تقدمه من أعمال ومنتجات تحمل قيما تعبر عن الأصالة والهوية العربية والخليجية. وأكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي حرص وزارة الإعلام البحرينية على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة في كل ما يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم في خدمة قضايا التنمية والازدهار في الدول الخليجية والعربية. من ناحيته أشاد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت الشقيقة بما يشهده الإعلام البحريني من ارتقاء مستمر على المستويات كافة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الإعلام في الدول العربية والخليجية وتوجيه طاقتها إلى كل ما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لها ولشعوبها. ودي أشكر دولة الكويت حكومة وقيادة وشعبا على استضافتهم لفعاليات المؤتمر وزراء الإعلام العرب والحفاوة اللي حصلناها في هذا الاستقبال وهذه الزيارة، خصوصا التشرف بزيارة الله يطول عمره سمو ولي العهد اللي ألقى كلمة الحقيقة كانت ملهمة وحكيمة استفدنا منها جميعا كوزراء إعلام في أن نضع يعني نصب عين الأولويات توحيد الخطاب العربي ودعم القضايا العربية والإسلامية بكافة أولوياتها. وأيضا ودي أشكر أيضا وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري على حفاوة الاستقبال وعلى الأبريت الرائع اللي استضافته أمس مسرح جابر. الحقيقة كان قدم نموذج مشرف للتوثيق التاريخي بطريقة فنية للتاريخ الكويتي العريق، وعرف ضيوف البلد بعمق التجربة الثقافية في دولة الكويت وأيضا الأبعاد الفنية لإبراز هذا العمق. فنشكركم على هذه الاستضافة أيضا في تلفزيون الكويت، واليوم حظيت بجولة مميزة في أروقة الوزارة مرينا فيها على الإذاعة، أيضا على أروقة إدارة التلفزيون وإدارة الأخبار. الحقيقة تجارب ملهمة وتجارب جميلة استفدنا منها الكثير، إن شاء الله يديم التعاون والترابط وتبادل الخبرات بإذن الله.